عيان 250,000 جنيه ضرايب. انت بتشتغل ايه اصلا؟ انا بشتغل فرن، فاتح فرن فرندي. فاتح فرن فرندي، يعني لا باخد حاجه مدعمه من الحكومه ولا باخد حاجه من الحكومه. انا راجل شغال طن دي ب 3000 ونص. انا اللي شغال، يعني انا راجل شغال بطلع مصروف عيال، ادفع 250,000 جنيه ضرايب بتاعتي. لا، يبقى في توزيع عادل للدعم ويعيدوا هيكله قانون الضرايب. نفسي ان هو يوفر لي الامان في لقمه عيش. انا ماليش طلبات الحقيقه، انا متعودتش اطلب. احنا بقالنا فتره ما بنطلبش، احنا بناخد اللي احنا عايزينه. طلب واحد هو حل بدل الصلاح ويشوف لنا شغل ويشوف لنا سكن. لو مفيش غير طلب واحد تطلب منه، الرئيس القادم تطلب منه ايه؟ اطلب الوطن. لا يعرف يحقق وطن. قول لي يا اسطى، تطلب ايه من رئيس مصر القادم؟ نخلي باله مع الشعب. هطلب من الرئيس القادم انه يتعامل مع الدستور، ان هو كتاب مقدس والشعب مش عبيد عنده. اول حاجه قانون التظاهر، القانون اللي انا شايفاه قانون قمعي يقمع عمليات. رقم 2 تطهير الداخليه. رقم 3 كفاية بقى دولة عواجيز. هطلب انه يهتم بس اهم حاجة بقضايا المعوقين. مجلس اعلى المعوقين الموجود حاليا غير مفعل. انا عايزه يطبق اللي طبقه محمد علي. نفسي يحقق مطالب الناس اللي نزلت عشانها، وقبل ما يحقق مطالب الناس اللي نزلت عشانها، هو المفروض ان هو محسوب على الثورة، فهيجيب حق الناس اللي ماتت. ايوه، دخلنا في ده يا رب. لو السيسي، انا متاكد ان احنا ننزل ضده. اطلب ايه؟ اطلب الرضا من عند ربنا. يعني مالكش اي طلبات؟ اي طلبات؟ ها؟ كلم عم سوي. اطلب ان انا عايز اعيش، وانا راجل عندي 60 سنين. ما ماليش شغل ولا مشغله الا راجل ارزوق ببيع شويه فنيك شويه بودره. ها؟ بس راجل عايز اعيش بس. بص، هو في مشكلتين اساسيتين، يعني مشكلة الطاقة ومشكلة المية. المشكلتين دولت لو اتحلوا هيبقى في بقى وسائل ان احنا نحل بقية المشاكل، بس هي دول مشكلتين اساسيتين. عايز الامان، فاكر شغل، عايز الامان وعايز الحاجة ترخص. يعني بطيخة مثلا كنا بنجيبها مثلا ب 5 جنيه من السوق ونبيعها ب 7.5، دلوقتي نبيع بطيخ ب 30 جنيه و 20 جنيه وب 25 جنيه، وبطيخ ب 10 جنيه بنبيعه، بطيخ صغير ما كانش الواحد لو غلبان مش هياخد بطيخ حتى ب 10 جنيه ياكلها العيال. والله بص، هو مشكلة في الإحساس بالأمان دي. أنا كياسمين مشكلتي الرهيبة في الموضوع ده، إن أنا أنزل الشارع مش قلقانة ومرعوبة وخايفة إن أنا يتخطف يا يتم التحرش بيا. قول لي بس قبل ما تحط المزد على الميزان، أنت هتطلب من الرئيس القادم؟ إن شاء الله تكون البلد بأمان وخير. بس لو كل واحد شاف شغله، احنا يعني مش محتاجين رئيس جمهوريه، محتاجين رئيس جمهوريه كده بس يبقى ده اسمه رئيس الجمهوريه. لو كل واحد مننا شاف شغله صح وعمل اللي عليه بضمير، الدنيا هتمشي زي السوق كله، هتبقى ستيبل، هيبقى الحياه ظريفه جدا. يشوف لنا بقى ازمه المواصلات هتتحل ازاي. العيش، الحريه، مش هنقول بقى عداله اجتماعيه. بس يعني يبتدي بقى على الاقل ما يقطعش الكهرباء. يعني ده كل اللي احنا طالبينه. مش عايزين اي حاجه تانية، مش عايزين علاقات دوليه، مش عايزين اسرائيل، ومالناش دعوه بفلسطين. ركز بس معانا هنا، ومالكش دعوه باي حاجه تانية. احنا عايشين ميتين. اه، انا عايز اقدم على معاش مش عارف. الحق هو الكهرباء، اكل، مواصلات، الحاجات الطبيعيه بتاعتنا. مش عارف اجاوب. اسال الراجل ده كده. طيب، ابوس ايده، عايز تعلمه ايه في عيالي؟ تطلب منه ايه؟ عريس. تطلب منه الامن والامان، اهم حاجه. رئيس مصر القادم عاوزين يغير الامن والامان. ربنا يوفقه كده ويخلي لينا. قول له انه يحافظ بس ان شاء الله يحافظ على مصر. يعني انا اعتقد الاقتصاد هو كل شيء. مالكش اي طلبات تانية؟ والله هو ده اللي انا عايز، بس ان هي يعني البلد تستقر وتبقى عالي العالي وتبقى كويسة والناس تبطل مشاكل. تمام، الف شكر لحضرتك. تحت امرك.